ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا يا ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام بجاه سيدي سيد الأنام عندك وفقنا لحسن الختام يا ربنا عليه سلامي عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا يا ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام هذه وسائلي لرحمة الله بجاه من على على غير الله عليه يا صلوات الله عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا يا ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام عليه وعلى آله الكرام وصحبي سعادات الأعلام ومن تلا لهم والسلام عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا وما قال قائل عليه السلام في الأرض والسماء وعم الغمام وعدم دامت الأيام عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا يا ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام قال قائل عليه السلام في الأرض والسماء وأما الغمام وعدما دامت الأيام عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء اللهم صل وسلم على تحت شواك جاءوا ولمرقاك دانت الأسياء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طولتها سماء اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه خبر المبتدع لهم عن قصار حيث للأرض جئت ختما وصعافا النبيون والذي لقاها لم يساوك في علاك وكرها لسنا منك دونهم وسناهم اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه وإنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه وأنت مصباح كل فتر فما تستغفر إلا عن ضوئك الأضواء محمد وآله وصحبه
في ونوني كنت منذ قالوا بلا إله ولدا لم تزل في ضمائر الكون تغدار لك الأمهات والآباء اللهم صل وسلم على محمد وآله ونجب في كتاب الزبور نعتك يتلى وبلوح التوراة وصفك يملى وبنفس الإنجيل قرصها نقلى ما مضى فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه تتبع بك الحسن وتسمو بك عليا بعد عليا محمد وتوالت وجر الهواتف يا انقاج ولد المصطفى وحق الهناء الله